سر الواحد بيشتغل بمرضي الله. في شبرا وبالتحديد في ميدان فيكتوريا، هنا معاك هتاكل ما معاكش هتاكل، محل بقاله 45 سنة بيأكل أجيال بعد أجيال، نجوم وفنانين ومنتجين وأسماء كبيرة في البلد وقفت على العربية دي بتاكل كبدة. سندويتش كان بيشبعنا كلنا وكان سعره على قد الإيد، وعلى قد ما بيقدر فتح مرسيدس أقدم اسم موجود في منطقة شبرا للسندويتش الكبدة اللي ياخد العقل. بيعملوا ازاي وازاي الناس دي بعد أكتر من 45 سنة بيجوا ولادهم وولاد ولادهم بياكلوا؟ تعالوا نعرف حكاية أقدم عربية كبدة موجودة في حي شبرا النهاردة مع فتح مرسيدس. يلا بينا ندوقكم اللي عمركم ما دقتوه، يلا بينا. تتبيلة من اللي قال عليها الحكيم لقمان في روشتته، كبدة وسجق والطعم خطير، والاسم فتح مرسيدس. ليه مرسيدس؟ هل يا ترى ده اسم عيلة ولا اسم ماركة عربية ولا كان حلم نفسه يحققه؟ ده اللي هنعرفه من المعلم فتحي مرسيدس صاحب اقدم عربيه كبده في شبرا مصر. ازيك يا عم الحاج فتحي؟ سهلا استاذ محمد، منور بيه. ايه حكايه فتحي مرسيدس؟ ليه اسم مرسيدس ده الاول؟ انا حبيت في المرسيدس وربنا كرمني وجبت عربيه مرسيدس. كنت عندك مرسيدس دلوقتي؟ الحمد لله والله. اللهم صل على النبي. 78 معاك عربيه 78؟ اه تعمل لي 30,000. اللهم صل على النبي يا عم. 30,000 زمان دول بكتير بكتير. ماشي يا سيدي. طب قول لي يا عم فتحي، النهارده 45 سنة الناس بتيجي والزحمة وما شاء الله ليل نهار موجودين هنا، ايه السر؟ السر الواحد بيشتغل بمرضي الله. بس الواحد بيشتغل بمرضي الله. الأسعار تغلى، الأسعار ترخص، أنت بتأكل الناس بأرخص سعر في الدنيا. والله العظيم الحمد لله، والله والله الحمد لله، ربنا عالم. والله أنا ببيع الشندوتش يعني يمكن بمكاليف بمكسب قليل جدا، عشان الناس، انا مولود في المنطقه والناس كلها شعبيه وحبيب يعني وجيراننا واخواتنا. مش في المنطقه انا لارج، انا عشان انا ابيع ب 12 جنيه و13 جنيه. والسندوتش مليان برضو، يعني النهارده السندوتش ب 6 جنيه وفي نفس التوقيت انت برضو بتراعي ان اللقمه تبقى مليانه واللقمه كبيره ما شاء الله، حاجه تحفه يعني. الحمد لله. كل عام وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. الكبده يا كبده يا ابراهيم، يا كبده يا ابراهيم. ليك في الخير عم فتحي. الكبده يا ابراهيم. عم فتحي ليك في الخير. لا الحمد لله الخير ده بتاع ربنا، ما ينفعش ده. ايه تعمل معايا خير؟ طيب مش على ربنا تعمل معايا خير. امرني يا حبيبي. انا باذن الله برنامج مذيع الحاره يتكفل باكل 10 اشخاص عندك، وانت تتكفل انت كمان باكلهم، ويبقى احنا اكلنا 20 واحد ببلاش. قدام نخليهم 30. موافق. 20 قليل، 20 قليل. طب بص الكاميرا هنا وتعهد قدام الناس. لا 30 واحد باذن الله. يا رب، ده يا رب يبقوا 100. لا قول لي الرقم. نعم. عشان احط زيك. نعم نعم. هتاكل كام واحد؟ 30 40 50. 50؟ اه 50 واحد جعان هناكله. واحنا كمان في مذيع الحاره بنضم ايدينا مع ايدين عم فتحي مرسيدس، هو هياكل 50 واحنا هناكل 50 معاه، 100 هياكلوا مجانا. اللي مش قادر يدفع ببان الحاج فتحي مفتوحة، وقبلهم ببان ربنا مفتوحة. الكبدة دي عم الحاج فتحي كبدة ممتازة تناتلون او 3D انضف كبدة بتيجي من امريكا. والبهارات، والبهارات دي طبعا ما بهارات معروفة بقى يعني حاجة. ليك سر في غلطتك؟ ها والله في ما لا سر ولا حاجة، ماشية بركة ربنا. طب اخر سؤال بقى عشان نمشي. لا براحتك. انت قلت لي 50 واحد هياكل. انا واحد من 50. ماشي حبيبي. يعني احنا كده فاضل لنا 49. ماشي. والمصور يبقى فاضل 48. لا عينينا الاثنين. انا بشكرك جدا عم الحاج فتحي. يا حبيبي ده احنا بنشكرك. عنوانك فين عشان الناس تجي لك؟ عنواني 430 شارع الترع البوليه، ميدان فيكتوريا سابقا، دلوقتي ميدان نصر الاسلام. في ميدان فيكتوريا اسال على فتحي مرسيدس، ميدان نصر الاسلام دلوقتي المشهور بميدان فيكتوريا. تعالى احلى عربيه كبده، الواحد ب 6 جنيه كبده او سجق، مقابلة حلوة، معاملة حلوة، الطعم يجنن. على بركة الله بنشكرك جدا 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 عم فتحي، وطالما انت معانا في الخير ربنا هيعوض عليك. يا رب يا رب. اشكرك جدا. ده احنا اللي بشكرك ان احنا ان انت قدرتنا وجيتنا. ربنا يخليك عم فتحي. شكرا يا رب. ربنا يخليك يا استاذ محمد.